كنا بنتكلم على طبعا مشوار ان شاء الله النادي الاهلي في الدوري، بدايه ان شاء الله يوم الاثنين مع مباراه، اعتقد مباراه صعبه على المستوى كمان مش الفني، لكن على المستوى اداء نادي الاتحاد في الفترات الاخيره بيأدي بشكل كويس، خاصه امام النادي الاهلي في قبل النهائي كاس مصر. رؤيتك ايه للمرحله الجايه بدايه من مباراه الاتحاد السكندري؟ مباراه الاتحاد هتبقى يعني مش صعبه، غلسه خلص يعني بلغه الكوره كده. بالظبط، يعني بلغه الكوره هتبقى غلسه لغايه لما النادي الاهلي باذن الله نقدر نجيب جول. يعني النادي الاهلي بالذات في مباراه الدوري كل لما يبقى الاهداف تبقى بدري الماتشات هتتفتح، لان هي المشكله ان كل الفرق على مستوى الدوري اللي بتقابل النادي الاهلي بتنزل تلعب ديفنس بنسبه 95%، صحيح. يعني النواحي الهجوميه تكاد تكون معدومه، فبتبقى العمليه صعبه جدا ان انت بتلاقي فرقه كلها ما بتهاجمش عليك، ما فيش مساحات، كلها متكتله، فانت طبعا بتبقى يعني المفروض يحصل فيه يبقى تنوع في الاداء الهجومي، انت بتعمل اختراقات من على الاجناب وبتشوط من نص الملعب وبتخترق من نص، تقدر تفك اللوغاريتمات الدفاعيه دي. فبمجرد النادي الاهلي باذن الله يجيب جون الدنيا بتتفتح، لان الفرق بتبتدي تهاجم عشان تبتدي تعوض، ده وضع طبيعي. ولكن فرقه الاتحاد حسام عامل شغل كويس جدا، وحسام دايما بتلاقي الفرقه اللي ماسكها من النواحي البدنيه فت قوي، من السمات الإرادية عندهم سمات إرادية عالية قوي. نادي الاتحاد جايب سيسي هايل، عامل مستوى رهيب جدا، يعني في كل ماتش بيتألق، ولعيب سنه صغير وبيهدف، عارف سكة الجون. فرقة الاتحاد جابت لعيبة على مستوى كويس، ولكن الفروقات كبيرة، بس بإذن الله طبعا لعيبة النادي الأهلي كمان الميزة اللي فيها إن هم بيقدروا يفصلوا، يعني بيطلعوا من مباراة في بطولة أفريقيا داخلين على الدوري، بيفصل بيقفل الملف ده ويفتح الملف الثاني، وبيبتدي يدرس الفرقة اللي هيلعب قدامها وإمكانيات اللعيبة اللي قدامه، وبيقدروا ان هم يعني يمشوا نفسهم كويس. طبيعي طبيعي.